هنا اروح لاستاذه دينا. انا النهارده علشان استهدف الفئات الثلاثه دول بقول لهم ايه؟ بكلمهم في ايه؟ اوكي، احنا بنشتغل من خلال ثلاث محاور: محور المشروعات الكبرى، محور دعم الصناعه، ومحور البحث والتطوير. محور المشروعات الكبرى هو ده اللي كونسيرن بالميجا بروجكتس اللي هي المشروعات الكبيره. احنا حاليا عندنا 64 مشروع فعلا على الارض، كوننا شراكات مع اكبر المستثمرين في قطاع الصناعه، وبقى لينا تكنولوجي بارتنرز في اكثر من 12 دوله. دول بينقلوا لنا النو هاو، فده بيضمن جوده المنتج المصري ان هو يكون مطابق للمواصفات العالمية. وفي محور المشروعات الكبرى احنا اوريدي حققنا انجازات كتير، انه في منتجات لاول مرة هتكون بتصنع في مصر، في قطاع الاجهزة المنزلية مثلا، حاجة زي كومبريسر التكييف، زي في قطاع البتروكيماويات، في مثلا منتجات احنا بنستوردها. حاجات هتتصنع ولا هتتجمع؟ لا، هتتصنع. تتصنع بنسبة مكون محلي. احنا بنستهدف تعميق نسبة المكون المحلي عشان نقلل الفاتورة الاستيرادية. حلو. في مستوردين قدرت ان هي تحولهم الى مصنعين. كمان المبادرة قدرت ان هي تجمع متنافسين في نفس القطاع في السلع المغذية اللي بتتطلب انتاج بحجم كبير. كمان المبادرة قدرت ان هي تجمع رجال الاعمال. احنا هنا دايما بنحب نشيد بدورهم، ان هم ثقتهم في المبادرة على الرغم من كل التحديات الاقتصادية، إلا ان الشغل ما وقفش الحقيقة ولا يوم، والمشروعات بتتنفذ على الارض في وقت قياسي. ده بالنسبة لمحور المشروعات الكبرى. بالنسبة لمحور دعم الصناعة، ده من المحاور المهمة قوي. هنا احنا بندعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. فبنقدم الدعم الفني والمالي للمشروعات المتعثرة. المشروعات المخالفة بنقنن اوضاعها، مثلا اذا كان استخراج رخص، او اذا كان مصنع محتاج يتنقل مثلا، بننقله الى احدى المجمعات الصناعية الجديدة. بنوطن صناعات كاملة في مراكز وقرى حياة كريمة. وأخيرا اللي هو محور البحث والتدريب، هنا نستهدف تنمية الموارد البشرية في مراكز وقرى حياة كريمة المختلفة، فبنرفع كفاءة وإنتاجية العامل المصري. فإحنا من ناحية بنضمن مصدر دخل مستدام للعامل، ومن ناحية تانية بنضمن جودة المنتج المصري. وعندنا هنا الأكاديمية الوطنية للتدريب كشريك استراتيجي، فبنخلق عمالة مثقفة ومدربة طبقا للمعايير الدولية. طب ما شاء الله منطلقة في الكلام، قلت ان انا متوترة واول مرة اطلع على الهواء وبتاع، انا قاعد ساكت.